السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة ماث إنرجي. فيديو النهاردة إن شاء الله هو بداية لسلسلة التأسيس لطلاب القدرات، وهنتكلم فيه على 3 مهارات أساسية يخص الحساب الذهني، وهما مهارة الأنماط العددية وقابلية القسمة والقصور الاعتيادي. نبدأ مباشرة، أول مهارة عندنا هنتكلم عليها هي مهارة الأنماط العددية. الأنماط العددية اللي هي مسائل أكمل بنفس النمط. مهم جدا يا شباب انك تعرف تكتشف قاعدة النمط، يا ترى النمط ده بيحصل له عملية زيادة ولا بيحصل له عملية نقصان. فلو النمط عندنا كان مثلا بيحصل له عملية زيادة، يبقى انت هتفكر في عملية حسابية من عمليتين، اما عملية الضرب او عملية الجمع. اما لو النمط عندك بيحصل له عملية نقصان، فهتفكر في عملية من 2، تمام، يا اما القسمة يا اما الطرح. وطبعا يا شباب في مسائل أنماط ممكن تحتوي على عملية زيادة وبعدين عملية نقصان، أو عملية ضرب وبعدين عملية قسمة وهكذا. المهم إنك تحاول على قد ما تقدر إنك تكتشف قاعدة النمط. ودلوقتي هنشوف بعض المسائل اللي هتقدر تدربنا على الأفكار المختلفة للأنماط العددية. ثانيا، قابلية القسمة. هنتكلم على أشهر الأعداد اللي لازم تكون عارفها لو أنت داخل امتحان قدرات. أولا، قوانين قابلية القسمة على العدد 2. باختصار يا شباب، أي عدد زوجي يقبل القسمة على العدد 2. يعني عدد زوجي يعني عدد أحاده 0 2 4 6 8، إذن هيكون عدد زوجي وبالتالي هيقبل القسمة على العدد 2. نروح بعد كده للعدد 3، وقاعدة قابلية القسمة على العدد 3 إن مجموع أرقام العدد تقبل على 3. ازاي؟ لو انا مثلا بسألك على العدد 111، بقولك هل 111 تقبل القسمة على 3 ولا لا؟ القاعدة ان احنا نجمع ارقام العدد. اجمع يلا، 1 زائد 1 2، 2 زائد 1 3. اسأل نفسك بقى هل 3 تقبل القسمة على 3؟ نعم، اذا 111 بالكامل يقبل القسمة على 3. مثال اخر، لو قلنا مثلا 972، اجمع يا شباب أرقام العدد 2 زائد 7 9 9 زائد 9 18. بعد كده اسأل نفسك هل 18 تقبل القسمة على 3؟ طبعا، إذا 972 بالكامل تقبل القسمة على 3. نروح بعد كده للعدد المهم جدا، العدد 4. ازاي تعرف العدد اللي قدامك يقبل القسمة على 4 ولا لا؟ بص على الآحاد والعشرات معا. الآحاد والعشرات معا، لو كان الأحاد والعشرات معا يقبل القسمة على 4، إذا العدد بالكامل يقبل القسمة على 4. إزاي الكلام ده؟ لو قلت لك مثلا العدد 516، بص على الأحاد والعشرات، الأحاد والعشرات هنا كام؟ 16. هل 16 تقبل القسمة على 4؟ طبعا، إذا 516 بالكامل يقبل القسمة على 4. مثال آخر، لو قلنا مثلا العدد 928، هل 928 تقبل على 4 ولا لا؟ بص يا شباب للأحاد والعشرات، 28 تقبل على 4؟ طبعا، اذا العدد 928 بالكامل يقبل القسمة على 4. نروح بعد كده للعدد الجميل اللي كلنا تقريبا عارفينه، العدد 5. اي عدد احاده 0 او 5 يقبل القسمة على 5 بدون باقي. ازاي؟ لو مثلا قلت لك العدد 70، 70 احاده 0، اذا 70 يقبل القسمة على 5. لو اتكلمنا مثلا على 95، أحد 5، إذا 95 بالكامل يقبل القسمة على 5. نروح بعد كده للعدد 6. العدد 6 إذا كان العدد اللي بيسألك عليه يقبل القسمة على 2 و3 معا، إذا العدد ده هيكون يقبل القسمة كمان على العدد 6. إزاي؟ زي مثلا العدد 18. 18 تقبل القسمة على 2؟ طبعا. 18 تقبل القسمة على 3؟ أكيد. إذا 18 العدد الجميل ده يقبل القسمة على 6. نروح بعد كده للقصور. طبعا القصور عندنا بتنقسم إلى نوعين، قصور اعتيادية وقصور عشرية. في الفيديو ده هنتكلم بس على القصور الاعتيادية التي تكون من بسط ومقام، والعمليات الحسابية الأربعة اللي احنا كلنا عارفينهم، الضرب والقسمة والجمع والطرح. نبدأ بالضرب. يعني ايه ضرب القصور؟ يعني مثلا لو قلت لك 2 على 3 ضرب 5 على 6. باختصار يا شباب، في عمليات الضرب زي ما كلنا عارفين، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، بعد كده نحط المسألة بتاعتنا في أبسط صورة. اضرب كده 2 ضرب 5 يساوي 10، و3 ضرب 6 يساوي 18.
وبعد كده دور على الاختصارات، هل العشرة والتمنتاشر بينهم عدد يمكن تقسيمهم عليه؟ بالفعل هما الاتنين يقبلوا القسمة على اتنين، تقول عشرة تقسيم اتنين يساوي خمسة، وتمنتاشر تقسيم اتنين يساوي تسعة. طيب طالب يقول لي طب ما انا ممكن اختصر قبل ما اعمل عملية الضرب. اه طبعا ممكن، وافضل كمان بس لو انت متمكن في عمليات الاختصار. يعني ايه الاختصار؟ يعني مثلا لو بنقول نفس المسألة دي اتنين على تلاتة ضرب خمسة على ستة، ممكن قبل ما تعمل عملية الضرب تختصر تشوف هل في تبسيط بين البسط والمقام، هتلاقي عندك الاتنين والستة، يمكن تقسيم اتنين على الاتنين فيها الواحد، وستة على الاتنين فيها التلاتة. بعد كده اضرب البسط في البسط والمقام في المقام، فتضرب واحد ضرب خمسة يساوي خمسة، تلاتة ضرب تلاتة يساوي تسعة. ولكن الطريقة دي أنصح بيها الطالب المتمكن في عمليات القسمة والتبسيط. ناخد مثال كمان، لو قلت لك مثلا واحد ونص ضرب وليكن أربعة على تسعة. طبعا واحد ونص ده يسمى عدد كسري، ومش هينفع أضرب المسألة بالطريقة دي، لازم أخلي العدد الكسري ده في صورة كسر غير فعلي. إزاي أرفع الكسر؟ أول خطوة بنعملها المقام ينزل كما هو، بعد كده اضرب الصحيح في المقام وزيد عليه البسط، واحد ضرب اتنين يساوي اتنين، اتنين زائد البسط واحد يساوي تلاتة، ضرب الكسر التاني أربعة على تسعة كما هو. بعد كده نشتغل بقى بطريقة الطالب الحريف اللي هي طريقة الاختصار قبل عملية الضرب. بين التلاتة والتسعة ينفع أقسم تلاتة تقسيم تلاتة واحد، وتسعة تقسيم تلاتة تلاتة، والاتنين تقسيم اتنين واحد، والأربعة تقسيم اتنين اتنين. بعد كده البسط ضرب البسط والمقام ضرب المقام، واحد ضرب اتنين يساوي اتنين، واحد ضرب تلاتة يساوي تلاتة. نروح بعد كده لقسمة الكسور الاعتيادية. يعني ايه قسمة الكسور؟ يعني مثلا لو قلت لك أربعة على تسعة تقسيم اتنين على تلاتة. مبدئيا يا شباب، ما قبل علامة التقسيم ينزل كما هو، إذا أربعة على تسعة دي هكتبها زي ما هي. بعد كده عملية التقسيم تتحول إلى ضرب، واقلب الكسر الذي بعد العلامة، يعني الكسر اتنين على تلاتة خليه تلاتة على اتنين. بعد كده دور على عمليات الاختصار، لان المسألة كده راحت بقت مسألة ضرب عادية جدا. عندك الاتنين والاربعة يقبلوا القسمة على الاتنين، اربعة تقسيم اتنين اتنين، واتنين تقسيم اتنين واحد، والتلاتة والتسعة يقبلوا القسمة على تلاتة، تلاتة تقسيم تلاتة واحد، وتسعة تقسيم تلاتة تلاتة. بعد كده اضرب البسط في البسط والمقام في المقام، اتنين ضرب واحد يساوي اتنين، وتلاتة ضرب واحد يساوي تلاتة. طيب مثال كمان، لو قلنا مثلا اتنين وربع تقسيم خمسة على تسعة. نفس الكلام اللي قلته في عمليات الضرب، لازم أخلي العدد الكسري في صورة كسر غير فعلي. إزاي؟ المقام كما هو، بعد كده اضرب الصحيح في المقام وزيد عليه البسط، اتنين ضرب أربعة تمانية، تمانية زائد واحد تسعة. التقسيم بقى يا شباب اتفقنا إن هي تتحول إلى ضرب، وما بعد العلامة اقلبه، خمسة على تسعة يبقى تسعة على خمسة. دور على اختصارات، مفيش أي اختصارات، خلاص اضرب البسط في البسط والمقام في المقام، تسعة ضرب تسعة واحد وتمانين، وأربعة ضرب خمسة يساوي عشرين. نروح بعد كده لعمليات الجمع والطرح للكسور الاعتيادية. أولا جمع وطرح الكسور المتشابهة. يعني ايه كسور متشابهة؟ يعني لها نفس المقام. ازاي؟ لو قلت لك مثلا أربعة على تسعة ناقص تسعة، لو بصيت هتلاقي هنا تسعة وهنا تسعة، إذا دي كسور متشابهة. إزاي بشتغل عليها؟ المقام ينزل كما هو، وبعدين أشتغل على البسط، أربعة ناقص واحد يساوي تلاتة. بعد كده طبعا حط المسألة بتاعتك في أبسط صورة، تلاتة وتسعة ينفع هما اتنين يقبلوا القسمة على تلاتة، تلاتة تقسيم تلاتة واحد، وتسعة تقسيم تلاتة تلاتة. طيب إذا كانت المقامات مختلفة أعمل إيه؟ لابد من توحيد المقام. في طرق كتير لتوحيد المقام، هنشتغل منهم على أسهل طريقة، وهي ميم ميم ألف أو ضرب المقامات اللي يريحك. فلو قلت لك مثلا أربعة على خمسة ناقص نصف، اوعى يا شباب حد يقول يبقى بتساوي أربعة ناقص واحد تلاتة، وخمسة ناقص اتنين تلاتة، يبقى أنت كده بتخترع رياضة حديثة. الكلام ده غلط خالص، احنا لازم نوحد المقام. يعني ايه نوحد المقام؟ طريقة ضرب المقامات أعتقد هي أسهل طريقة. اضرب الخمسة ضرب اتنين يساوي عشرة، وبعد كده اعمل ضرب تبادلي، اتنين ضرب أربعة يساوي تمانية، وخمسة ضرب واحد يساوي خمسة، بعد كده يطرح تمانية ناقص خمسة يساوي تلاتة، والمقام كما هو. ناخد مثال كمان، لو قلنا مثلا خمسة على ستة ناقص افتح قوس، القوس فيه نص زائد تلت،
طبعا هنا هنراجع على ترتيب إجراء العمليات الحسابية. أولا فك الأقواس، نجمع الأول نص زائد تلت عن طريق برضو توحيد المقام، نضرب المقامين في بعض، 2 ضرب 3 يساوي 6، وبعدين نعمل ضرب تبادلي، 3 ضرب 1 يساوي 3، زائد 2 ضرب 1 يساوي 2، وهنا 5 على 6 كما هي، ناقص 3 زائد 2 طبعا 5، بقت المسألة 5 على 6 ناقص 5 على 6 يعني بيساوي 0. يعني ده باختصار كان فكرة عن الأنماط العددية وقابلية القسمة والقصور الاعتيادية والعمليات الأساسية عليها. نبدأ نشوف بعض المسائل اللي وردت في التجميعات الأخيرة على الموضوعات الثلاثة دي. نبدأ بأول سؤال بيقول أكمل النمط، 81 بقى 27 بقى 9 بقى 3، يا ترى اللي جاي هيكون كام؟ زي ما اتفقنا يا شباب عايزين نكتشف قاعدة النمط، هل النمط حصل له زيادة ولا نقصان؟ النمط اللي قدامنا طبعا حصل له عملية نقصان، يبقى حاجة من اتنين، يا إما قسمة يا إما طرح. طبعا واضح جدا المسألة قسمة، قسمة 3، 81 قسمة 3 بقت 27، 27 قسمة 3 تساوي 9، 9 قسمة 3 تساوي 3، فأكيد طبعا 3 تقسيم 3 يساوي 1. السؤال اللي بعد كده، 6 بقت س بقت 16 بقت 21 26 وهكذا، أوجد قيمة س. طبعا لو انت بصيت للعدد 6، س مباشرة بعد الستة يبقى مش هتفيدك بحاجة انك تدور ايه اللي جاي بعد الستة، فحاول تكتشف قاعدة النمط من العدد التالي، 16 بقت 21 وبعدين 21 بقت 26، فواضح جدا ان هو زود كل شوية 5، وهنا كمان زود 5، وهنا كمان زود 5، يبقى إذا الستة هزود عليها 5، 6 زائد 5 يساوي 11. السؤال اللي بعده، أكمل النمط، 1 2 4 7 11، نمط مشهور جدا في الامتحانات. بص معايا، أول عدد في النمط كان 1، بعدين بقى 2 يعني زاد 1، بعد كده الاتنين بقت 4 يعني زادت 2، بعد كده الأربعة بقت 7 يعني زادت 3، 7 بقت 11 يعني زادت 4. لو انت بتلاحظ بيزود كل شوية زيادة تسلسلية، يبقى اللي جاي هيزيد 5 اكيد، 11 زائد 5 يساوي 16. نروح نشوف المسألة اللي بعد كده، اكمل النمط، 8.5 بقت 7 بقت 5.5 بقت 4. بنفس الطريقة نحاول نكتشف قاعدة النمط، 8.5 بقت 7، يبقى اذا النمط حصل له عملية نقصان، يبقى هندور يا اما على عملية قسمة يا اما عملية طرح. طبعا واضح جدا يا شباب انها عملية طرح، 8.5 بقت 7 يعني نقصان 1.5، بعد كده 7 بقت 5.5 برضو نقصان 1.5، اذا الاربعة هي كمان هنعمل لها طرح 1.5 يعني بتساوي 2.5، اختيار رقم الف. السؤال اللي بعد كده بيقول اكمل النمط، 0 بقى 1 بقى 4 بقى 9 بقى 16، وده احد الانماط المشهورة لمربع العدد. يعني ايه مربع العدد؟ يعني 0 أس 2 تساوي 0، بعد كده 1 أس 2 تساوي 1، 2 أس 2 تساوي 4، 3 أس 2 تساوي 9، 4 أس 2 تساوي 16، كل دي أعداد موجودة عندي في المسألة، يبقى العدد اللي عليه الدور هيكون 5 أس 2 يعني بيساوي 25. السؤال اللي بعد كده بيقول أوجد الحد السابع في المتتابعة 1 3 5 7 9 11، مسألة من المسائل البسيطة جدا، الواحد بقى 3 والتلاتة بقت 5 والخمسة بقت 7، يعني المسألة كلها كل شوية بيزود 2، فهنزود 2 على الحد الأخير، 11 زائد 2 يساوي 13. ودي يا شباب كانت بعض أفكار المسائل البسيطة اللي وردت بخصوص موضوع الأنماط. نروح بعد كده للمسائل التي وردت في موضوع قابلية القسمة وبعض الأفكار البسيطة منها. والسؤال الأول بيقول عدد عند قسمته على 3 وإضافة 5 للناتج يصبح 14، ما هو هذا العدد؟ طبعا أسهل حاجة هنا إن احنا نجرب الخيارات ونشوف الناتج هيطلع 14 ولا لأ. فلو جينا نجرب 9 وكتبنا 9 تقسيم 3 زي ما السؤال بيقول والناتج أزود عليه 5، 9 تقسيم 3 يساوي 3، 3 زائد 5 يديني 8، ما طلعتش 14 زي ما السؤال عايز، يبقى الرقم 9 غلط. طيب نجرب 15، 15 تقسيم 3 والناتج اللي يطلع هزيد عليه 5، 15 تقسيم 3 يساوي 5، 5 زائد 5 يساوي 10، برضو لا تساوي 14، اذا ال 15 كمان غلط. لما تيجي تجرب 17، 17 اصلا لا تقبل القسمة على 3، اذا 17 مستبعدة تماما. طيب فاضل كام عندي؟ اكيد الحل هو 27، يلا نتأكد منها، اقسم يا عم 27 على 3 والناتج
زود عليه 5، 27 تقسيم 3 9، 9 زائد 5 يساوي 14، يبقى بالفعل الحل هو 27. نروح للسؤال اللي بعده، ما هو باقي قسم 13 على 5؟ طبعا ده أسهل سؤال يمكن في الامتحان، 13 تقسيم 5 طبعا فيها الاتنين، ليه؟ لأن 2 ضرب 5 يساوي 10. أعد من 10 لحد لما توصل 13، بعد 10 11 12 13، عدنا 3، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده، عدد إذا قسمته على 2 كان الباقي 1، وإذا قسمته على 3 كان الباقي 2، وإذا قسمته على 4 كان الباقي 3، فما هو هذا العدد؟ يبقى العدد المطلوب لا يقبل القسمة على 2 ولا على 3 ولا على 4. يلا نجرب الخيارات. طبعا 8، 8 تقبل القسمة على 2 وعلى 4، إذن 8 مستبعدة. 9، 9 تقبل القسمة على 3، يبقى 9 كمان مستبعدة. 12 تقبل القسمة على 2 و3 و4، ده العدد ده مستبعد تماما، إذن الإجابة هو العدد 11. يلا نتأكد كده، 11 تقسيم 2، بالفعل 11 تقسيم 2 فيها الخمسة والباقي 1، 11 تقسيم 3 فيها الثلاثة والباقي 2، 11 تقسيم 4 فيها الاثنين والباقي 3، إذن بالفعل الحل هو العدد 11. نروح بعد كده للمسائل التي وردت في موضوع الكسور، بعض الأفكار البسيطة. ما ناتج جمع الكسر 3 على 40 20 مرة؟ طبعا مش ممكن واحد يقول لي أنا هجمع 3 على 40 20 مرة، لا طبعا عملية الجمع المتكرر هي نفس المعنى لعملية الضرب، فممكن أكتب 3 على 40 ضرب 20. وطبعا نقدر نختصر الصفر الجميل مع الصفر الجميل ونضرب البسط في البسط والمقام في المقام، طبعا الاتنين مقامها 1، 2 ضرب 3 يساوي 6، و4 ضرب 1 يساوي 4. ما تنساش طبعا تحط مسألتك في أبسط صورة، فينفع الستة والأربعة يقبلوا القسمة على الاتنين، 6 تقسيم 2 يساوي 3، و4 تقسيم 2 يساوي 2، إذن الإجابة 3 على 2. السؤال اللي بعد كده بيقول، إذا كانت س على 4 زائد ص على 4 يساوي 25، أوجد قيمة س وص. طبعا يا شباب اتكلمنا في عملية جمع وطرح الكسور، إذا كانت لها نفس المقام إذا دي مسألة كسور متشابه. طب نعمل إيه؟ نضع المقام كما هو ثم نجمع البسط. نفس المسألة عندي، س على 4 وص على 4 تحوي نفس المقام، إذا المقام ينزل كما هو اللي هو 4، وأجمع البسط اللي هو س زائد ص، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 25، وطبعا المقام بتاعها 1. ونعمل ضرب تبادلي، ده معناه ان س زائد ص ضرب 1 بس زائد ص طبعا يساوي 4 ضرب 25 يساوي 100. طب هو عايز قيمة س وص، اذا الاختيارات اكيد فيها عددين مجموعهم 100. تعال نبص الاختيارات كده، 30 و70، طبعا 30 و70 يساوي 100، يبقى خلاص ما تكملش خلاص، يبقى اذا الاجابة بتاعتك 30 و70. السؤال اللي بعد كده، أوجد قيمة 1 على 1 زائد تلت. طبعا المسألة كده شكلها صعب شوية، ولكن إذا خليت المسألة بشكل أبسط، يعني خليناها بالمنظر ده كده، 1 على، وكتبنا مثلا 1 زائد تلت جوه قوس، نبدأ نجمع 1 زائد تلت يعني 1 وتلت، فنقدر نكتب المسألة بالشكل ده، 1 على 1 وتلت، ونرفع الكسر زي ما اتعلمنا يا شباب، يبقى المسألة تكون 1 على 1 ضرب 3 3، 3 زائد 1 4 على 3، وبعدين ما قبل علامة التقسيم كما هو، وبعدين التقسيم تتحول إلى ضرب، 4 على 3 اقلب الكسر تبقى 3 على 4، 1 ضرب 3 على 4 يساوي 3 على 4، يعني الإجابة رقم د. نشوف السؤال اللي بعده بيقول، كم ثمنا في 3/4؟ أي مسألة بالشكل ده يا شباب اقسم على طول التاني على الأول. الأول عندنا تمن، آدي تمن، والتاني عندنا تلت أرباع، اقسم مباشرة التاني على الأول، يعني تلت أرباع على تمن، وباستخدام طريقة القسمة العادية، ما قبل العلامة كما هو، بعد كده التقسيم يتحول إلى ضرب، اقلب ما بعد العلامة، 1 على 8 يكون كام؟ 8 على 1، تقدر بعد كده تختصر أو تضرب زي ما أنت عايز، ممكن نختصر الأربعة مع التمانية فيها الاتنين. بعد كده اضرب 2 ضرب 3 يساوي 6، إذن الإجابة هي 6. نشوف آخر سؤال معانا في فيديو النهاردة، نفس الطريقة بالظبط، كم خمسا في 45%؟ أولا احنا نقدر نكتب 45% دي 45 على 100، وزي ما اتفقنا نقسم التاني على الأول، يبقى 45 على 100 تقسيم 5، آدي الخمس.
بعد كده الحل بتاعنا عادي ما قبل العلامة كما هو. بعد كده التقسيم يتحول إلى ضرب، 1 على 5 تبقى 5 على 1. اضرب يلا البسط في البسط والمقام في المقام. 45 ضرب 5، 5 ضرب 5 25، 5 ومعانا 2، 4 ضرب 5 20 زائد 2 22، على 100 ضرب 1 يساوي 100. وبما انك بتقسم على 100، العلامة تكون بعد رقمين، ادي رقم ادي 2 وبعدين العلامة، يبقى الناتج 2.25 من 100، يعني الاختيار الاول. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك للقناة، ودمتم جميعا بخير.